لابد ان نقول مشاهدينا الكرام احنا راح نستمر معاكم لقاية الوحدة ونص، واليوم الثاني فباقي من العشرة ايام ثمانة ايام ان شاء الله بحير الله. ما في شك احنا شفنا من المرشحين الشباب معاي من الدائرة الرابعة المرشح صالح السعيدي، ارحب فيك اخونا صالح. وانا بعد اخ فهد. مرشح صالح، احنا قاعد نشوف الشباب ما شاء الله من المرشحين ومن ضمنهم انت يا صالح. صالح، ما هو برنامجك الانتخابي؟ برنامج الانتخابي يقوم على اول شيء المشاركة في الاصلاح السياسي وإعادة التعاون بين السلطتين، وذلك بما يعود على الوطن والمواطنين في الاستقرار والرخاء والاحساس بالامن. صالح، ما في شك ان الصوت الواحد الان عزز من المحكمة الدستورية، شنو انت كشيخ دين عسى الله يحفظك، شنو الرسالة توصلها للمرشحين للناخبين للبعض من المقاطعين؟ وما في شك من المقاطعين الحمد لله استخاروا وان راح يشاركون اخوانهم واهلهم في العرس الديمقراطي. اشكر كلمتك الطيبة. سمو الأمير هو أبو السلطات، وجاء القرار من المحكمة الدستورية بالصوت الواحد، وهي إحدى السلطات التي يجب احترامها، فمن لا يحترم القضاء لا يحترم الدولة بشكل عام، فيجب احترامها والمشاركة ومجلس الأمة بالنسبة لي شخصيا، وهذا الرأي أنا قادر على الدفاع عنه، أنه بمثابة مجلس شورى حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة، فلا يتنازل أي مواطن عن المشاركة أيا كان المرشح الذي سوف يصوتون له. أخونا صالح، إحنا نقول فالك إن شاء الله بإذن الله المجلس بحيل الله، بس صالح قلت في المؤتمر الصحفي أنا ضد التشاورية، ضد ما بيسمونها الفرعية. لست ضد التشاورية، ولكن في الدستور معركة انتخابية، أي أن ما يكون بين المرشحين بمثابة المعركة، وأنا أسعى في هذه المعركة للإصلاح، ومن يريد الإصلاح لا يعني يدخل حتى في باله أن يدخل في التشاورية إذا كانت نيته صادقة، وينطلق ولو وحيدا، وهذه انطلاقته، تنطلق مع اعتزازي باسم قبيلتي السعيدي وضد العام، لكن عندي مبدأ الإصلاح واني ان شاء الله صادق فيه، واسال الله ان يعينني بالرجال والنساء من دائرتي من يرى فيني الخير ويعطيني صوته. امين، عسى الله يوفقك المرشح للدائره الرابعه صالح السعيدي. صالح السعيدي، شو تقول حق الشباب؟ انا قاعد اشوف الشباب الكويت ما في شك ولاده من المثقفين من المهندسين من الدكاتره، واللي منهم انت صالح السعيدي؟ انا ثانويه العام. والله ما شاء الله عليك، يعني مثقف. بالعكس انت وجودك الى اداره الانتخابات في منطقه الشويخ وانت ترشح نفسك، فيثبت ان الكويت ما شاء الله عليها لهم طموح الشباب. الحمد لله. شو تقول للشباب؟ اقول يجب ان يشاركوا، فيجب ان يكون لنا كلمه، فهذا دور جيلنا في التعلم والدخول في مجلس الامه والمشاركه والتعلم من اساتذتنا أعضاء مجلس الأمة السابقين، سواء من شارك ومن لا يريد أن يشارك، فهم بمثابة مدارس، وكل من يرى في شخص عضو أن يمكن أن يتعلم منه فليذهب يتعلم منه ويستشيره في الدخول في هذه الانتخابات، ولا يعني يتردد، لأن لكل جيل حقه في المشاركة السياسية، كما لكل جيل حقه في المشاركة في أي مكان آخر في ناخبينك. أظن أن المعركة ستكون يعني شديدة بسبب أن الصوت سوف يكون التصويت في رمضان، وهذا يسبب قلة الأصوات. بالنسبة لهم أتمنى لهم التوفيق مثل ما أتمنى لنفسي. بس راح تكون منافسة شديدة. إن شاء الله إن شاء الله. لك التوفيق المرشح من الدائرة الرابعة صالح السعيدي، وإحنا نتمنى لك الخير إن شاء الله. في كلمة أخيرة؟ مشكور، وبس أرجو من يعني المواطنين، وهذا قلتها أنا، أرجو من المواطنين بشكل عام اللي كان في مجلس الدولة أن يشاركوا في الانتخابات.
أما بالنسبة لي فأنا أطلب في دائرتي ولا أرجو أحد. شكرا شكرا للمرشح صالح السعيدي. مشكور. مستمرين معاكم مشاهدينا الكرام مع مرشحين آخرين.